سلام البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. جيت اليوم نقدم لكم رفيسه بريستيج، كتجي زوينه بزاف، لا في المذاق ولا الشكل، كتجي راقيه وفي متناول الجميع مع جميع الاسرار. وغنبداها معكم خطوه بخطوه، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. على بركه الله نبداو. المقادير اللي غنستعملو عندنا دجاجة فيها 2.5 كيلو حتى 2 كيلو، كيلو ديال البصلة، عندنا العدس، الحلبة، زيت البلدية وزيت الرومية مخلطين، يعني كاس، الإبزار، سكنجبير، خرقوم، راس الحانوت، ملحة، السمن ما لقيتش الاخر، السمن العادي قلت غندير كنور، والزعفران والثومة. نتمنى هادشي يبان لكم بسيط وينال الإعجاب ديالكم. على بركة الله غنبدأ. بسم الله، غناخدو الدجاجة، غنديرو الإبزار، شوية ديال الزويتة، من بعد البنات ما درت العطريه ديالي كامله، هانتوما ندخلها في الدجاجه، نحاول نشدوها، هانتوما البنات هاكا غنديرها في الكوكوت ديالي. ونزيد البصيلة، هادشي نخليه يتشحر غير بشوية، ونزيد زويتة، وندير التومة، هاد الراس كامل، وهاد الروس هادو غنقطعو. هانا البنات، من بعد ما درت البصلة، التومة، هاديك العطرية، زيت البلدية، ونزيد الكنور ديال السمن هانتي، ونخليها تهبط شوية ونرجع عندكم ان شاء الله. بعد البنات انا غنزيد الحلبة، هانتوما البنات، غيبقى ليا العدس، ما غنديروش يطيب تما، غنديرو يطيب بوحدو باش ما يخسرش ليا لاصوص. دابا على بركة الله ان شاء الله غنديرو المرقة تما. هاني البنات غنزيد شويه ديال العطريه، غنزيد شويه ديال الملح، شويه ديال السكنجبير، غير شويه شويه، شويه ديال الخرقوم، غنزيد شويه ديال البزار، وغنمرق دابا. حاولت نقصو عليها بزاف باش تطيب على خاطرها، ما تجهدوش على البوط. صافي البنات، دابا ان شاء الله غندوزو للعجينه ديال التريد. البنات نسيت قبيله غندير العدس غيطيب بوحدو، نقصت شويه لاصوص من هذاك الدجاج ديالي، وغندير العدس يطيب. المهم البنات هنا نرجع قبل من العجينه نوريكم التزيين. عندنا الكركاع، شويه ديال المشماش يابس، وشويه ديال اللوز، والبيض ديال السمان، بيض السمان غنديروه يتسلق في الماء، واللوز غنقليوه في الزيت، ومشمش غنطيبوه وغنعسلوه. يلا على بركة الله البنات، غندير البيض ديال السمان ديالي يتسلق في الماء، صافي، ونرجع عاوتاني ان شاء الله نعسل المشمش ديالي، ومن بعد نرجع عندكم ان شاء الله. دابا غنبداو العجينه على بركه الله. دابا غنبداو ان شاء الله في العجينه ديال التريد ديالنا. عندنا الطحين فيه نوع سبيسيال، والطحين العادي، شويه الخميره الحلوه كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ماشي مشكل، شويه ديال الملح. غنبداو على بركه الله، الخميره الحلوه اختياريه كما قلت لكم قبيله، والمليحه
مليحة على حسب الطحين اللي عندنا. غنخلطوها بالماء بارد دوك مزيان. غندلك مزيان حتى تطلق شويه. انا بنات نبقى ندلكها مزيان مزيان. غندلكها هانتوما. ثانيا البنات رجعت لكم، نسيت قبيله الوح شي عويده القرفه مع المشمش، ومن بعد ما نحسو بيطاب غنعسلو ان شاء الله. دابا غندوزو للعجينه ديالنا. هيا من بعد ما ارتاحت البنات شويه غنقسموها باش نبداو ان شاء الله نخليوها عاوتاني ترتاح وغنبداو نطيبوها بسم الله. غنديروها غير صغيوره باش تجي لنا مرقه بزاف في الدقيق. هانتوما البنات حاولوا تصغروهم باش تحكموا فيهم مزيان ويجيكم رقاقي. تنكملوا الكميه كامله. هانتوما هي كل ما دلكتوها مزيان كتجي زوينه تحكموا فيها مزيان. كنغطيوها بلاستيكان واحد شويه ما بين ما تلقات ونبقاو نبسطو فيهم ونطيبو. بغيتي وجدات الدرده البنات والله. المهم البنات من بعد ما عسلنا المشمش ديالنا صافي غنطفيو عليه دابا ونبداو ان شاء الله نقليو اللوز ما بين ما ارتحت العجينه ديال التريد باش نبدا نطيب قدامكم. ها البنات غنقلي اللوز. درت الزيت وغنديرو في اللوز في الزيت باش كيطيب لينا مقا. كنخليوه البنات ما بين ما تقلى ان شاء الله نحيدو وغنبداو ان شاء الله نطيبو التريد ديالنا. هانيا البنات رجعت لكم، دابا ان شاء الله غنبداو في الطياب ديال التريد بسم الله على بركه الله. نبداو باللولة ان شاء الله. نجسدوه مزيان رقيق. هانتوما نوجدو الاخرى بالزربه. Thank you.
هنا البنات نزيدو عاوتاني تنكملو الكمية ديالنا. غندير شويه ديال الزيت ونقلبو على جنب. بقا تبان لكم تحمرات شويه ماشي مشكل. هيا كنكملو الكمية كاملة بهاد الطريقة دغيا تنسربو. هانتوما البنات نبقاو نجبدو حتى نكملو الكمية ديالنا كاملة. مساعداني حتى المقلة عندي كبيرة بزاف نزيدو مبقاش ليا بزاف. هانتوما البنات كتبقى بحلولة مكتلصق ما والو. دابا نحيدها ونعاود خبيزة ان شاء الله وحدة اخرى عاوتاني. انا البنات عاوتاني غنعاود نكمل الكمية اللي بقات ليا. فاش كدلك العجينة مزيان كنلعبو بها كيما بغينا. دابا نحلو الاخرى عاوتاني. انا البنات دابا نحط شبتها مزيان عاوتاني. هاني نطيب نكمل ان شاء الله. غنقلبو هادي هانتوما. المهم خصكم تجبدو مزيان باش تجي العجينة رقيقة. هانتوما مبقاوش لينا بزاف ما قريبا ان شاء الله نكملو. هنا البنات التريد ديالنا كندير ليها هاكا. شوف شحال محلول كيجي رقيق بزاف. شوف هانتوما رقيق بزاف. دابا كنديرو في شي منديل حتى يبرد وغنقطعو ان شاء الله يا اما بموس يا اما بمقص ماشي مشكل. تنبداو ان شاء الله نكملو الكمية ديالنا ان شاء الله كاملة ونرجع ليكم. هاني رجعت لكم نوريكم الطريقه باش كنقطع التريد ديالي اما بالموس اما بالمقص. المهم شوفوا تقطعوا رقيق هانتوما. تنكملوا الكميه ديالنا كامله كنعاودوا نفورو في الكسكاس عاد تنقدمو. يلا تنكمل الكميه ديالي كامله. هانتوما البنات شي حاجه صعيبه بس هانتوما كيجي هانتوما.
هانت راه طايب مزيان ورقيق بزاف. هانت شوف شوف، غنكمل الكمية ديالي كاملة ونفورها في الكسكاس ونرجع لكم عاوتاني. درت التمر ديالي، دابا غنزين البيض ديال السمان. المهم يكون واحد طريقته، ندير ليه هكا الخشخاش. هانتوما البنات كيجي هكا. المهم انا درت ليها بالطريقة هادي، كيما بغيتو نتوما تزين تيبقى اختياري تماما. هاكا نكمل هادو اللي عندي هنايا. نكمل الكمية اللي عندي. بغيتو ديرو الخشخاش ماشي مشكل، داكشي كيبقى ليكم نتوما. اما القرقاع راه غنديروه ان شاء الله فوق المشماش كتزين. صافي تنكملو الكمية ديالنا كاملة ان شاء الله، نتلاقاو في صحن التقديم وبالصحة والراحة ان شاء الله. انا بنات بغيت نزين قدامكم طريقة التزيين ديالي. نتمنى الاعجاب ديالكم وعافاكم، شجعوني هانتوما البنات. ها هو الشكل الرفيسه ديالنا بريستيج، كتجي فنه يا البنات. هانتوما شوفوا كتجي غزاله ما شاء الله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وبالصحة والراحة وعافاكم، شجعوني وشكرا بزاف على تعليقاتكم الزوينة، ونتمنى لكم التوفيق ليوليكم ان شاء الله يا ربي. وشكرا بزاف البنات، وشكرا كاع الناس اللي كيشجعوني بزاف بزاف بزاف. وبصحتكم وراحتكم، يلا تهلاو، باي باي.